هي مين دي اللي حلوت؟ ايه يا حبيبتي؟ انت هتغيري من اولها ولا ايه؟ مش دي اللي انت عايز تجوزيها لي؟ اجوزها لك اه، بس تحلو في عينك نو ثم نو. ما هو برضه يا حبيبتي عشان اتجوزها لازم قبلها تحلو في عيني. انت شكلك كده وحشك التهزيق. بصراحة اه، بس انا اصلا بنكشك عشان اعرفك بس ان الخطة التعبانة بتاعتك دي مش هتنجح. مين قال؟ انا اللي بقولك انت بتحلمي. وانا بقى بقولك انه الحلم بيتحقق دلوقتي. مؤامرة ايه بقى؟ بأمارة ان اللي قاعدة قدامك دي تقول للشيطان قوم وانا اقعد مكانك. هو كلام بنسمعه بقالنا شهور، لا شفناها اتخانقت معاه ولا سابت له البيت ولا واحدة تانية دخلت حياته خليته منها. الحياة حلوة على الآخر يعني. بيتهيألي. أنا مش بيتهيألي، أنا شايف بعيني. وانا بقى شايفة حاجة تانية خالص، خصوصا لما صاحبك ده يتفصل له قضية على مقاسه ويخش السجن، ويخلالك بقى انت الجو وطبطب يا حنين. وديت قضية ايه دي اللي هيلبسها؟ هتخليها مفاجأة. مفاجأة ايه يا حبيبتي؟ هو احنا مش مركب واحدة ولا ايه؟ عارف يا هشام، لو عرفت انك بتدق مسمار في المركب دي من ورايا هخليها تغرق بيك لوحدك، فاهمني؟ فاهم، بس والله العظيم لا بدق مسمار ولا بعمل اي حاجه. انا سايبك تسوقي وانا بتفرج. هحاول اصدقك، ويا سيدي مش هبخل عليك، هقول لك اللي بيحصل في عياده الدكتور زياد دلوقتي. في واحد هيروح له العياده على انه مندوب شركه ادويه، وهيسيب له عينه كادو. وهو خارج من عنده هيطلع فلوس من جيبه قدام الكاميرات ويحطها في شنطته، على اساس ان الدكتور زياد ايه هو اللي مديله الفلوس دي. وهيروح يتكلم مع الممرضه. بعد اذنك. اتفضل. هي العياده بتقفل الساعه كام؟ يعني على 11 12 كده. طيب تمام، قبل ما تقفله هجيلك اديكي شنطه اديها للدكتور. تمام، دي شنطه ايه معلش؟ دي هديه من الشركه للدكتور. طيب تمام، ميرسي. العفو. طبعا فهمت الشنطة دي فيها ايه؟ فهمت. صاحبك هياخدها بلفتها، وقبل ما يوصل عربيته فجأة هيلاقي الدبابير محوطة من كل ناحية. وقام الشيطان معايا. يا بنتي الايه؟ ده انت مدبرانه جريمة مكتملة الأركان. مش بس كده، من ضمن اللي قاعدين في العيادة ومستنية دورها عشان تكشف، واحدة الفيش بتاعها كله أحكام مخدرة. مدام عزة اتفضلي. اوكي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.